بسم الله والابن روح القدس الله الواحد امين اهلا بيكم في ايه في حكايه ايه اليوم من سفر ايوب اصحاح 42 ايه 10 اخر صح في سفر ايوب بتقول ورد الرب سبي ايوب لما صلى لاجل اصحابه كلنا عارفين قصه ايوب وقصه اصحابه انه هو مر بتجربه صعبه جدا عنيفه جدا وتعب فيها نفسيا وكان بيعاتب ربنا عتاب شديد واصحابه لما جم للاسف مع الزهوش ده تعبوه بالكلام وقالوا له كلام صعب جدا وبسبب الحكاية دي أيوب تعب جدا من أصحابه ودخل في نقاش عنيف معاهم في نهاية التجربة ربنا قال لأصحاب أيوب لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب يعني ربنا قبل عتاب أيوب الشديد وكمان وبخ أصحابه أن هم اتكلموا معاه الكلام الصعب اللي كانوا بيقولوا اللي خلاه في الآخر قال لهم أطباء بطلون كلكم أو معذون متعبون كلكم وفي الآخر راح ربنا قال لأصحاب أيوب قال لهم انتوا خذوا لانفسكم سبعه ثيران وسبعه كباش واذهبوا الى ايوب وقدموا عن انفسكم محرقه وعبدي ايوب يصلي لاجلكم. فعشان كده راح هم بقى لايوب يطلبوا منه كده، الجمال بقى ان ايوب صلى من اجل اصحابه معناها ان ايوب سامح وغفر لاصحابه، برغم الكلام العنيف اللي قالوه، برغم الحاجات الصعبه اللي قالوها له، هو سامحهم والكتاب المقدس ربط بين الاثنين قال رد الرب سبي ايوب لما صلى لاجل اصحابه يعني كل اللي اتعوض لايوب ورجع له بعد كده حتى اضعاف جه نتيجه ان هو من كل قلبه غفر لاصحابه ودي حاجه بتعلمنا حاجه مهمه جدا في حياتنا ان احنا لما بنعيش بدون غفران احنا بنعيش في سبي سبي احزاننا واوجعنا وضيقنا وكراهيتنا وانتقامنا لكن لما بنغفر احنا بنتحرر من السبي وبناخد تعويضات الله، بناخد فرح وبركه ونعمه وسلام ورجاء، يبقى كل واحد فينا ممكن يبقى عايش في السبي لو استمر بيكره اللي حواليه، لو استمر ما بيغفرش، ولو استمر الغفران لسنين يفضل مقيد وما يحسش بطعم الصلاه ولا طعم العباده ولا يحس بفرح في حياته، يبقى هو محتاجين نعمل زي ايوب ان احنا نصلي من اجل كل اللي اساءوا لينا بغفران كامل بمحبه كامله، ايه جميله قوي ايوب 42 ايه 10، ورد الرب سبي ايوب لما صلى لأجل أصحابه لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين